السلام عليكم. الدرس رقم 51 اليوم ان شاء الله. درس جميل لطيف فيه افكار حلوة. طيب عندنا الاوبجكت هذا، نجي من القائمة هذه اللي هو الاكس ونخفه شوي، خل نخليه واحد، لا واحد كثير، خل نخليه نص. ممتاز. بعدين نروح المودلينج، من المودلينج نختار الفيس من هنا ونحدد الفيس، بعدين تضغط من الكيبورد اي وتحرك الماوس تصغر شوي، بعدين تضغط اي من الكيبورد وتقدم، لازم ينفصل بالشكل هذا، ترجع شوي عشان نخلي فيه مسافة مثل ما تشوفون هنا. ممتاز. الآن بنفصل هذه عن الأوبجكت الأساسي. شلون؟ وحنا محددينه نضغط P من بيبسي ونختار سيلكشن. تلاحظ هنا انفصلت، صار الأمامي يختلف عن الأوبجكت، هذا الحال وهذا الحال. ممتاز. الآن لو ضغطت، لو جينا هنا، هذا الأمامي وهذا الأوبجكت كامل. حلو. طيب احنا الآن انتهينا من الخطوة الأولى، نجي الآن شو نسوي. طبعا الأوبجكت أنت بالخيار تقدر أنك تحدد، فرضا تحدد هنا اللي هي الإج الخطوط، وتحدد الخطوط هذه اللي في الزوايا. طبعا تضغط شيفت، لازم تضغط شيفت. حلو، حددناها كلها هنا. الآن اضغط كنترول بي واسحب بالفارة بالشكل هذا، وبعدين حرك السكرول حق الماوس عشان ينعم بالشكل هذا. ممتاز. حنا عامنا الزوايا شوي، انت بالخيار، ما انت مجبور طبعا، لكن كتجميلي. طيب وش الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية الآن نبي نحدد الفيس، نرجع المودلينج ونسحب. يعني شوف الماوس هنا شلون يتغير شكله، إذا صار الشكل هذا اضغط واسحب بالشكل هذا، وبعدين من القسم هذا اختر اليوفي اديتور. ممتاز. وبعدين حدد الفيس الأساسي، اختر فيس وحدد الفيس الأساسي، بيظهر لك هنا. هذا وشو؟ هذا اليوفي، هذا اللي إذا بغيت تركب شيء يجي راكب هنا بالنص، يعني لو ركبنا صورة تجي بالمنتصف بالضبط. فشلون نخليها بالمنتصف؟ الآن طالع الفيس صغير، فنضغط هنا ونختار يو، نضغط يو من الكيبورد ونختار هذه. الآن كبرها على نفس المقاس. ممتاز. الخطوة الثانية وشي؟ تضغط هنا بالقائمة هذه وتضغط زد عشان يخليه اكس راي. طب وش الفائدة؟ خلنا بس بضغط هنا. لازم تحدد الفيس اول، علشان انا بحدد المنطقة العلوية هذه. ممتاز. طبعا لازم تحدد اليوفي سيلكشن هذه. وبعدين بنحدد، النقاط الفيرتكس وتخلي هذا اكس راي. ممتاز. يعني تحدد السلكشن وتحدد النقاط هنا، وبعدين تخلي هذا اكس راي عشان تشوف النقاط، وبعدين تسوي كذا. وش الفائدة من الحركة هذه؟ عشان تدري انت ان اليو في مضبوط. الحين انا حددت اللي فوق، لكنه هنا طلع اللي تحت، حددت اللي تحت طلع اللي فوق، معناته انه في خطأ، لو حطيت صورة هنا بتطلع مقلوبة. فشو تسوي؟ تضغط روتيت، تضغط هنا وتختار روتيت وتلفه كامل بشكل هذا 90 درجة.
ممتاز. طيب الحين يوم لفينا وحددنا، لحظة، اي ممتاز، خلنا برجعه، خلنا نحدد. احنا ما لفينا 90 تو، ممتاز. الحين بنلف 90، نحدد بالشكل هذا ونلف. الآن ضبطت، لحددنا الخيارات اللي فوق طلع هنا اللي فوق، ولحددنا الخيارات اللي تحت طلع اللي تحت. شغلك مضبوط الآن. تجي شو تسوي؟ نبي نحط صورة هنا. طيب أنا وشلون أعرف المقياس حق هذا؟ تختار هنا UV، Export UV Layout، تحطه على أي مكان، تحدده هنا، خلينا نقول وحدات Export. الآن طلع علي الآن، هذه هي، ممتاز. تفتح الفوتوشوب، الفكرة وش هي كلها؟ انه علشان يصير شغلك نظيف لازم تمشي بالخطوات هذه، لازم يكون اليوفي حقك نظيف وراكب تمام ومحدد صح، وبعدين تسوي له اكسبورت. الان نجي الفوتوشوب، نسوي اوبن ونفتح الملف اللي قبل شوي. ديو هذا وحدات، جاء الملف الان لاير 1 اسمه. تضيف لاير جديد اللي هو 2 وتنزله تحت وتلونه بالاسود، ممتاز. خلى التحديد على المنطقة الثانية هذه الاسود، تروح لمشي هنا اسمه الشيب تول. طبعا ممكن تحصل، انت تحصل الخيار هذا، ابتل ضاغط واختر الكاستم شيب تول، يطلع لك هنا خيارات اشكال، اختر الشكل اللي انت تبي. خلنا بنختار حنا بشكل من هنا، خلنا نختار الشكل هذا وتسحبه بالشكل هذا. لقيت محدده لونه من هنا، اكتب اختر فل ابيض، بعدين حدده وحركه خلوه بالمنتصف، جميل. الان هذا وشو؟ هذا مقاس اليوفي، وحنا الان حطينا فيه داخله اللي هو الشيب هذا. تروح تسوي الاكسبورت بي ان جي على سطح المكتب او بكيفك انت، عاد وين تبي تحطه، اللي هو هذا هو الان طلع، ممتاز. ونرجع للبلندر. الان خلصنا من اليوفي، نقفل هذه، نضغط زر يمين وتحط جوين اريا وتلف السهم يمين من هنا، اللي هو اني ابي هذه الشاشه تروح يمين. الان كبرت، نضغط زد من جديد عشان يرجع الشكل بدون اكس راي، او اختر من هنا، طبعا من هنا تحدد الاكس راي، جميل. خلصنا الان من التاسيس، نروح للشيدنج ونحط هنا اللي هو الرندر عشان نشوف ايش قاعد يصير. الان نختار الاوبجكت اللي هو الاوبجكت اللي هو الفريم، خلينا نسميه، ونغير لونه. طبعا لو تبي تلاحظ الان بيتلون كله، ليش؟ مع ان هذا مفصول عن هذا، لانه شوف هنا مكتوب رقم 2، يعني انه فيه 2 هذول متصلات ببعض. فشو تسوي؟ تجي يا طول العمر وتضغط على رقم 2 عشان يفصل الاولى عن الثانيه. الان هذا انفصل عن هذا، فتجي الان تلون تشوف انه مفصول هذا عن الثاني. لوننا الاول، خلصنا منه، اختر على الشاشه نفسه واحذف هذا. ركز معي، الادوات اللي بيك تنزلها الان مهمه، كل اكثر هنا بالتكستشر. اول شيء نزل لي اللي هو الايمج تكستشر، هذا علشان نسحب الصوره. وبعدين نزل اللي هي الميكس شيدر عشان نبي ندمج الان خاصيتين. ومن الشيدر برضو نزل الجلوسي
ومن الشيدر نزل الإيميشن، هذا عشان هذا اللي بيخلي الواجهة تنور. اشبك واحدة هنا والثاني هنا، خلهم معكوسات، او حط هذه تحت وهذه فوق، كل واحد اهم شيء ان الإيميشن تحت. واشبك هذه هنا، ممتاز. الان باقي تضغط شيفت اي وتجيب الكالر رامب هذا اللي يلون او يدمج الالوان، طبعا له اكثر من استخدام. ونجيب اللي هو من التكستشر اللي هو هذا فورنوي تكستشر، ممتاز. الان ايش تبي تسوي؟ نبي نشبك الكالر فوق ونبي نشبك الكالر تحت، ممتاز. وهذه الصورة اشبكه بالميكس شيدر هنا فوق، واختر الصورة اللي احنا سويناها اللي هي هذه. الان ظهرت بالنص مرة يعني جاية بالملي، ممتاز. ثم تعال هنا واشبك اول خيار بالكلر رامب، ممتاز. الان قلل هذا للصفر وزد هذا لـ30، طبعا حسب اللي انت تبي، بس عشان امش معي بالخطوات هذه بالملي وبعدين عدل على مزاجك. الان طلع معنا الشكل هذا. وش نبي نسوي الان؟ نبي نجي من الكلر رامب نغير اللينير، نحط الخيار هذا الاخير، ممتاز. وبعدين اختر اللي هو الاسود هذا وحطه هنا عشان ينعكس، قلل الابيض وزيد الاسود بالشكل هذا. ممتاز. انا بكبر لكم هذه عشان تشوفونها واضحة. عشان اوريكم ايش اللي حصل هنا. اللي حصل جبنا ميكس شيدر عشان ندمج هذولي، جبنا ايميشن وجبنا الجلوسي وحطينا شبكناها هنا بالشيدر. الصورة شبكناها باول خيار، بعدين جينا بالكلر رامب وشبكناه بالثنتين، وغيرنا الى الكونسنت وحطينا اللونين ابيض واسود، بعدين جبنا التكستشر هذه عشان تعطينا النقاط، وطلع الشكل هذا. الان ايش تبي تسوي؟ نروح لما الريندر هنا وتفعل الخيارات هذه. لو زدنا النور هنا تلاحظ انها بتنور الوردة، ممتاز. تجي هنا تضغط على الابيض يبي تغير اللون، هنا اضغط عليه غير اللون الداخلي، جميل. الحين شوف لو بدلنا هنا، شوف شو بيصير، هذا الشكل اللي بيطلع لو بدلناه هنا. انت شوف وش الخيار اللي انت تبيه، تبي الشكل هذا او نرجعهن، تبي الشكل هذا كيفك، سوي الشكل اللي انت تبيه. الان تعال عدل على من هنا سكيل، خفف او زود الشكل اللي يناسبك، ومن هنا طبعا تقدر تلعب شوي بالعدادات، شوف التأثير اللي يعجبك سوه بكيفك. هنا تغير تشوف وش اللي يناسبك برضو، يعني لو حطينا الخيار هذا شوف الآن تغير عندي الشكل. برضو هنا تغير الشكل. ف
فبالأخير عدل على الخيارات بما يناسبك، رجع الأولى الآن طلع معنا الشكل هذا، نرجع للي اوت طلع معي الشكل هذا. الآن وش بسوي؟ أبي أقوي الإضاءة الداخلية، ترجع للشيدنج، تروح للإيميشن وتزيد الإضاءة. ممتاز، خلنا بنحذف اللايت، نروح للعالم نفسه ونخففه، نحط أسود ونفتحه شوي اللي هو من هنا، اختر خيار الكالر وغير. انا بسوي رندر، طلع معنا طبعا. ليش طلع معي كذا؟ انا لاني في مفعل خيار غلط، ما راح تتحصلون عندكم لانها هي اضافة عندي اللي هذول، خلنا بحذفهم. هذول ما راح تحصل من عندك انت، بيجيك مضبوط. هنسوي رندر، هذا الشكل اللي طلع معنا، نفس إشارة المرور. بنفتح لون ال، بنشغل الإضاءة اللي احنا تو طفيناه، بنحط أرضية شيفت اي بلين، وننزلها شوي. شغل الرندر، ممتاز. خلنا ببعد الإضاءة وراء، جميل. عاد انت بالخيار تبي تخفف الإضاءة، هنحطه 200 عشان تبين تسوي رندر، ممتاز. الآن طلع معك الشكل كأنه إنارة منورة LED، ممتاز. الآن نيجي لشيء مهم، تجي الآن تضغط 3 من الكيبورد وتبدأ تعدل عاد على الألوان من هنا، تشوف اللون اللي يناسبك وتعدل على الخيار هذا، تصغر الدوائر او تكبرهن حسب فكرتك. ممتاز، سوي رندر، جميل جدا. الان تعدل على الارضية، تسوي نيو، تعدل على الانعكاسات، تخلي ميتاليك، جرب نسوي رندر، ممتاز. الآن بالشكل هذا حنا انتهينا من هذه الوردة نفسها اللي حنا سوينا بالفوتوشوب، جت الآن كأنها منورة مع اللمبات. نعدل الكاميرا، نحطها قدام، كنترول الت زد، نبي نبعدها شوي من اعدادات الكاميرا، نرجع شوي، ممتاز. طيب حنا الشكل العام انتهينا منه، الان تقدر تعدل عليها عاد انت بالطريقة اللي تناسبك، حتى الإضاءة. الآن نبي نسوي شيء ثاني، تجربة، نبي نخلي الشكل هذا يتحرك يمين ويسار.
طيب وش نسوي؟ نبي نجي نروح لفوتوشوب الآن. كم مقاس الصورة هذه؟ خلنا بنحط على الأسود كنترول A X. لو قصيتها وسويت كنترول نيو بيطلع لك هنا المقاس، لاني انا سويت كنترول اكس قص، فطلع لي هنا قال لي العرض 1024. ابى اخلي العرض دبل يعني 2048 بس العرض. نسوي كرييت. ممتاز. بنجي الان نحط لاير، نحذف هذه اللي هي عليه قفل، ونحط اثنين لاير، لاير اثنين ننزل تحت، ونحط الخلفية سوداء نفس الطريقة اللي تو. الفرق الآن اني بحط صورتين. ممتاز. تروح لما الشيب نبي نختار صورتين الآن. هذه الصورة الأولى نسوي لها فل، بعدين نحركه هنا، بعدين نبي نختار لنا صورة ثانية شيب. نبي نحط صورة ثانية. خلنا بنختار هذه، سوالة في الاوتوماتيك لاني سويت لها الأولى. الحين هذه كأنها بالمربع الأول وهذه بالمربع الثاني. ممتاز. ببعده شوي وبصدره بإنجي، نفس الفكرة اللي تو. الآن طلعت لي هذه صورتين بمكان واحد. الآن بنرجع البلندر، وش نبي نسوي؟ نبي نروح للشيدينج ونبي نحذف الصورة هذه، نبي نستبدلها بالصورة اللي تو الثانية. ممتاز. طلعت معنا بالشكل هذا. طبعا شو نسوي عشان نحل المشكله هذه؟ نطلع شيء اسمه مابينج، اللي هو هذا، تشبكه هنا، وتطلع شيء ثاني اسمه وش اسمه، دقيقه، ظاهر انه بالتكستشر الجردينيت تكستشر هذا، او دقيقة تكستشر كوردينيت. دقيقة، لانه انا عندي مشكلة هنا بالسيرش، ما ادري ليش ما اسوي سيرش عندي بالاصدار الثالث. اللي هو هذا تكستشر كوردينيت من الانبوت. ممتاز. ثم تشبك اليو في بالفيكتور. ممتاز. هذه الثنتين الاضافات هذول ايش فايدتهن؟ فايدتهن انك تقدر تتحكم بالشكل الان، يعني شوف الان تصغر وتعرض، وهذا اللي احنا نحتاجه الان. شوف الان عرضته مضبوط، انا الان هنا اغير اغير مكانه، انا بحطه هنا. واكبره بعد شوي. شوف الصورة الثانية مضبوطة، تحرك هنا. ممتاز. الآن وصلته. وش بزين الآن؟ أبجي بختار نفس المابينج، تضغط عليه، لازم يصير عليه التحديد الأبيض، ثم تضغط I، ثم بينور هذا معك. الآن لو رجعت للي أوت تلاحظ أنه حط هنا نقطة كي، تمشي تحط فرضا 160
ونرجع للشيدنج ونضغط على الماب ثم نتحرك للثانية ونضغط اي مرة ثانية. ممتاز، حتى يتغير لونه. بعدين تيجي تلقى حط نقطة ثانية. وش اللي حصل الآن؟ شوف الآن يبدأ يتحرك معك شوي شوي. تحط الصورة الثانية. طبعا تقدر تسرع، قرب هذه النقطة من النقطة هذه، تلاحظ انه يسرع شوي. طبعا تقدر تكرر الموضوع. طبعا هو المفترض ان نحط ثلاث نقاط عشان تقدر تسوي لوب، فتروح لما الشيدنج وتمشي تضغط اي بعدين ترجع هنا. شوف الان ايش بيصير. طبعا هذه لازم نبعدها شوي. نبي نسوي توقف الان. شلون نسوي؟ نبي نكرر هذه، نحط ثنتين هنا عشان يصير في توقف. شغل الان، يصير توقف بعدين تحرك ثم تكرر النقاط. خلاص ما يحتاج، يعني لو اخذنا هذه الثانية وحطينا هنا يبي يمشي معك تمام كأنه لوب. طيب الان نبي نغير اللون. كيف قاعد انت بتغير اللون ولا هذا شيء رجع لك؟ طبعا تقدر تغير اللون انت، كل واحدة تعطيها لون. ممتاز، المهم تقدر تغير اللون اللي انت تبيه، حط اللون اللي انت تبيه يناسبك، شوف اللي يعجبك. خلاص انت بهالطريقة سويت اللي هي الإضاءة اللي دي هذه بشكل ممتاز. حط الصورة اللي انت تبيه، تحط كتابة، تبي تحرك الكتابة تحط كتابة وتبدأ تحركه، سوي اللي انت تبيه. أتمنى إن شاء الله أنه عجبكم الشرح، وإذا عندكم أي ملاحظات ارسلوا لي بالتعليقات. الله يعطيكم العافية.